مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا. لقائنا بيتجدد معاكم ودقائق لصحتك 90 دقيقه. طبعا النهارده هنتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا جدا. يمكن في ناس كتير بقالها يعني حوالي 5 أو 6 سنين او يمكن اكتر من كده بتسمع عن الليزر، وفي ناس بالفعل بدات ان هي تستخدم تقنيات الليزر في حاجات كتيره جدا جدا. علم الليزر مهم جدا، اخترق ودخل في حاجات كتير قوي في حياتنا، لكن استخدامه في المجال الطبي بيكون صعب شوية. الناس بتبقى متخيلة من كتر ما بتسمع ليزر وعلاج بالليزر ان الموضوع بقى سهل جدا وما فيهوش مشاكل. لا بالعكس، الموضوع مش بالسهولة اللي الناس متخيلاها. على قد ما النتيجة بتكون هايلة جدا وكويسة جدا ومرضية لناس كتير، على قد ما بيكون في احيانا مشاكل كتيرة جدا جدا. المهم والهدف من الفقرة دي ان احنا النهاردة نفهم الناس ايه هو الليزر وناس تستخدمه في ايه، وهل ممكن اي شخص يستخدم الليزر ده، وامتى اروح المكان وابقى واثق ان الاجهزه اللي موجوده فيه دي مناسبه جدا او كويسه او مش هتاذيني او مش هتعمل لي مشاكل. حقيقه مشكلات الليزر تعرض ليها ناس كتير جدا جدا، وناس كتير اشتكت، وناس كتير تعرضت لمشاكل بعد فترات. فاحنا النهارده هنتكلم احنا نعمل ايه في الحالات دي، ونفهم الناس بشكل عام ايه هي تقنيه الليزر. ضيفتي وضيفه حضراتكم الدكتوره مروه محمد رحاب، اخصائي جلديه وعلاج بالليزر وعضو الجمعيه الامريكيه للامراض الجلديه. مساء الخير يا دكتور، اهلا بيكي معانا. احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت وقلنا هنخلي الحلقه اللي جايه عن الليزر. عن الليزر. بصي إيه بصراحه انا بشوف نوعين من الناس. ناس رافضه المبدا تماما وتقول لك لا انا استحاله هعمل ليزر نيفر ايفر، يعني مهما قلتي عليه. وناس تانية على الناحية التانية تقول لك لا احنا مش جايين نعمل غير ليزر، هو اصلا مش هم مش محتاجين ليزر. يا جماعة لازم نفهم حاجة، الليزر ده نوع من انواع العلاجات او نوع من انواع التقنيات الحديثة اللي بنستخدمها لعلاج بعض امراض معينة. مش كل حاجة تنفع بالليزر، ومش اي حاجة تنفع بالليزر، ومش اي حد ينفع له ليزر. دي حاجة مهمة جدا، عشان الناس متخيلة ان انا هجيب جهاز واقعد في البيت بقى ونقعد نعمل كل حتة. في اجهزة منزلية بعض طبعا بتتباع، بس مش كل حاجة مش بنفس الافكاسي. يعني الليزر ده زي ما قلنا نوع من انواع العلاجات. ممكن ناس يبقى هايل جدا جدا معاه، ممكن ناس ما ينفعش خالص خالص معاه، ممكن ناس يحصل لها مشاكل، ممكن ناس لا. ده بيفرق على ايه؟ على حسب الحالة وعلى حسب الطبيب المعالج وتقييم الطبيب المعالج. دي مهمة جدا، يعني ممكن واحد يعمل بثلاث أربع أنواع ليزر في نفس الجلسة، ممكن نعمل أنواع مختلفة، ممكن أنا أخليه يلف على كذا جهاز لأن أنا عايزة أتارجت حاجة معينة أو أدي نتيجة معينة. إنما لا، مش إن أنا مش عارفة داخلة مشيت في الشارع لقيت مكتوب ليزر أخش أعمل، مفيش حاجة يا جماعة اسمها الكلام ده. طيب الليزر ده إيه للناس بقى اللي بتخاف من الليزر؟ الليزر ده عبارة عن طاقة حرارية غير إشعاعية. دي مهمة جدا، غير إشعاعية. ليه؟ لأن تيجي تقول لك إيه أصل أنا سمعت إن الليزر ده بيجيب كانسر. لا، الليزر ده غير متأين، أشعة غير متأينة، ما بتعملش أي تغيير في الخلايا خالص، ملاش أي أضرار خالص. بنستخدمه من 1820. إشاعات الكانسر دي كتيرة جدا. لا بس جداً. الكلام ده عارفة لما حالة بتيجي كده أقول لها طيب حضرتك قاعدة أهو على النت، خشي على جوجل واكتبي لي حالة تسبب الليزر في حدوث كانسر ليها. يعني مفيش بقى أكتر من كده، طبعا مش بتلاقي، لأن ده إشعاع غير متأين. طب نيجي بقى للنقطة اللي بعدها، هل ينفع أي جهاز ليزر يعمل أي حاجة؟ لا طبعا. الليزر اللي هو الليزر، خلي بالك عشان في حاجة اسمها أجهزة ضوئية، وبعض المراكز أو بعض الناس أو بعض الناس اللي هم مش متخصصين بيطلقوا عليها اسم ليزر، وفي ليزر. الليزر ده حاجة متخصصة. يعني زي ايه؟ زي مثلا دكتور جي بي، يعني هو دكتور عام وفي حد متخصص في حاجة معينة. طب المتخصص ده فكرته ايه؟ ان هو مش بيتارجت غير حاجة معينة في الجلد، احنا بنسميه القناص. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بعمل ليزر ازالة الشعر مثلا، يبقى ايه التارجت بتاعي؟ الشعراية الصبغة اللي موجودة في الشعراية فقط. طيب انا بشتغل ان انا بعمل فراكشنال نون ابليتيف اللي هو شعاع ليزر غير تقشيري، ده فكرته ايه؟ ده بينشط الخلايا اللي مسؤوله عن تجديد الجلد.
طيب انا بشتغل سي او 2 ليزر اللي هو بيشيل طبقات من الجلد، انا بشتغل ان انا بشيل طبقات من الجلد وفي نفس الوقت بنشط الخلايا المسؤوله عن تجديد الجلد. طب عندي حاجه اسمها الكي سويتش ليزر، ده بيتارجت ايه؟ ده بيتارجت الخلايا الصبغيه اللي موجوده في الجلد ده فقط. ده حاجات مختلفه في انواع الليزر. كتيره احنا لما جدا بنسمع كلمه ليزر تحديدا في المجالات الطبيه بالظبط بنعرف بنتخيل ان حاجه دي لجزئيه معينه، مفيش بالظبط. لا الفرايتي هو ده. دلوقتي اللي بيحصل ايه، اي جهاز بيعمل اي حاجه فتلاقي الناس يا اما مفيش نتائج خالص يا اما مشكله ودي بتبقى اكتر يا اما الناس مش عايزه تعمل اصلا. فلا يا جماعه الليزر ده حاجه متخصصه لعلاجات معينه. طيب عندك حاجه اسمها البالست داي، ده بيشتغل على الوحمات الدمويه. عندك حاجه اسمها اكزايمر ليزر، ده بيشتغل على الناس اللي عندها بهاء وصدفيه وناس عندها ثعلبه. وصلنا لعلاج البهاق يا دكتور، معقوله؟ يعني بصي في حالات بتستجيب كويس قوي وفي حالات بتغيب بس بتستجيب في الاخر، بس بياخد وقت لانه ده مرض مناعي بس بياخد وقت طويل. يعني كل ما كانت الحاله قديمه كل ما خدت وقت اطول في العلاج. فهي الفكره في ايه يا جماعه، انا مش معنى ان انا راح اعمل جهاز ليزر معين انا كده خدت النتيجه اللي انا عايزاها. لا انت كان ممكن لو رحتي لحد متخصص خدتي نتائج احسن من اللي انت خدتيها دي بكتير. لان احنا كمان دلوقتي الليزر ده زي ما قلنا نوع من انواع العلاجات. يعني انا ممكن حاله تجيلي انا ما استخدملهاش ليزر لوحده، لا بعمل لها ليزر وبعمل لها معاه خلايا جذعيه، بعمل لها معاه نانوفات، بعمل لها ميزوثيرابي، بروتوكول يعني كده بتمشي بروتوكول عليه. معين بمشيها على كريمات معينه عشان توصل لاحسن نتيجه هي عايزاها مع الليزر. فدي نقطه مهمه جدا. موضوع الاجهزه، احنا دلوقتي بنلاقي مراكز كتيره وفيها اجهزه مختلفه، ودلوقتي ده مريض او دي سيده رايحه عايزه تستخدم تقنيه الليزر وات ايفر هي هتستخدمها. والله يا حبيبتي فيه. احنا المشكله مش في الجهاز خالص، المشكله في الطبيب المعالج، الطبيب اللي بيستخدم الجهاز. لازم الجهاز انت ممكن هي البروتوكول اللي هتحطيه. يعني انا جهاز واحد بس ممكن مثلا مروه بتتعالج وايمان بيتعالجوا، ايمان عمل لها تظبيطه ومروه تظبيطه تانية خالص. الجهاز نفسه مش ثابت، بيبقى فيه بروجرامينج للمريض بالظبط، في بارامترز بتختلف على حسب بشرتها وعلى حسب يعني تتحمل قد ايه من الليزر، هل ممكن الليزر هي تتحمله دلوقتي ولا محتاجه علاج شويه. لازم تقييم الطبيب، المشكله مش في الجهاز خالص يا ايمان. الجهاز حاجه طول اداه في ايدك تقدري ان انت تحسني الشغل بيها، بس لا دي قصه ودي قصه ثانيه، ده موضوع وده موضوع ثاني. تقييم الطبيب ده هو اللي في الاول وفي الاخر. عشان كده احنا دايما لما بتجيلي حاله، عايز اقول لك بقى مثلا حاله مثلا تجي لي عامله في اي حته، يعني ناس مش متخصصه خالص ما لهمش علاقه اصلا بالجلديه، تقول لي ده انا حصل لي مشكله، اقول لها انت اللي غلطانه.